واش راه في فطري فتاع اه هي يا يما ايمانويل واش رايكم في ايمانويل واش حابين تقولوا لها بسم الله يا دقيقه برك شكي متوقع ايمان زعما يسكتوا لا لا نقبل كلش ما تهضروليش على المفتاح برك جيسبر باباكم خلونا نتكلموا يا والله شوفي شوفي السؤال جاو فيه 470 جواب سؤال 470 سؤال مينيموم 400 كاع نصهم يعني فوق ال 200 220 على المفتاح صح كاين 200 دون لافيوني صح كاين 200 وشويه كاين 200 وشويه ماشي على المفتاح معليش مرحبا يلا عطينا السؤال الاول مانيش مركزه بزاف واش هو الدور المفضل لك كممثله ولماذا تتقنين الادوار الشريره بالرغم من انك ملاك فوق الارض يا جبنا حاجه تاع ملاك فوق الارض ما كاش رياض خصنا رياض اليوم يا يما على ملاك اللي تعرفها يا ملاك فوق الارض جاوبيه وخفيف ظريف اسمها خفيف ظريف دور مفضل ليا كممثله اللي مثلت ولا اللي مازال ما مثلتوش اللي مثلتيه انا بالو اللي مازال ما مثلتيش ما تهبليناش ايمان يلا خفيف ظريف خفيف ظريف خفيف ظريف من بين الاخر الوغ تبقى دائما في التجربه الاولى في نسمح سيتي كي لعبت مع بيونا لافونجونس دو ياقوت ومن بعد استنى دقيقه بعد عندك دور نسيمة في فيلم إلى آخر زمان تاع ياسمين شويق قلنا دور واحد دور ما تقدرش تخير بين ولادك ولا هادو سي باغي لا خير الزوج مع الزيدي ولماذا تقين الأدوار الشريرة؟ ما على باليش لأنه تو سامبلومون نركز في الخدمة تاعي ونطرح الأسئلة كي ما نفهمش وجافي اون بون دايركسيون داكور السؤال الثاني من بشير يقول لك شحال كان في عمرك كي درتي اول كاستينغ؟ في عمري 35 سنه وسيتي اون 2004 احسبوا. بون 35 2004 عجبني قالت لكم كان عمري دوكا في عمري 35 لعبتي في 2004 شحال تما كان الياس؟ اي اي اللي ما 20 سنه 20 سنه 2004 كان في عمري 35 عباك قاعد تحل فمي من الصباح ديتي رياكسيون 19 سنه واضح اوكي السؤال اللي بعده صبرين إنسانة هايلة وتبان متحضرة وكاين حاجة إيمان ما تبدل والو من يامات ناس من حسيتي يا أختي قولي لنا واش راكي ديري لوجهك هادي ولا غير صح أنا فهمت كاع في التعليقات هاد تمام بكري وأنت صغيرة يقولوا هكذا ما على باليش والله العظيم سي مو كاين بزاف في دايرينك كبيرة كاين بزاف في دايرينك كبيرة شحال من واحد يقول لك إيمان من لي زونسيان كي تقولوا في عمرها 35 سنة شغل تجيهم ما تبدلتش لا لا 35 سنه هي ديكلارات لاش تاعها وانا ديكلاري انا وليت 85 ما كبرتش بصح ما عندي حتى سر يعني ما نقدرش نقول لكم عليه والله ما عندي حتى سر يلا السؤال اللي بعده ما هي الاسباب التي دفعتك للغياب عن الساحه الفنيه في رمضان 2020 وصحه رمضانكم صحه رمضانك رمزي 2020 بكل بساطه ما عيطوليش باش نخدم فيه وما كانش اصلا المسلسلات ولا ندارت بزاف وكنت حنخدم مع مزاحم وفي توميشا ولكن كي بدات الكورونا عيط له قلت له سمح لي بصح جو بريفير نقعد في الدار خفت داكور واضح السؤال اللي بعده هل درست مسرح وما كانت مهنتك قبل التمثيل؟ قبل التمثيل كنت ندرس اداب ولغات اجنبيه ومن بعد درت محاسبه ومن بعد من اول كاسينغ وانا عمري لا درت في بالي اني نمثل ولا الاخر كنت حابه نعيش برك التجربه تاع ما كنت نحب انا ذاك برنامج الفهامه وناس من حسيتي حبيت نعيش تجربه باسكو كي كنت نشوف جينيريك ما نفهمش واحد لي بوست هذا المنتج منفذ كنت حابه نشوف هذا العالم برك باش نفهم وفي الاخير قالوا لي عندك موهبه وشافوني اجلس على كاميرا وانا تعلمت حوايج وحبيت حوايج بلا قد التجربه تاعيت لخوتها و السؤال اللي بعده صهيب نوري يقول لك واش هو الدور في اي مسلسل اللي كنت حابه تمثليه وما مثلتيهش يعني رول شفتيه في عمل وكنت حابه لو كان لعبتي هذاك الرول بكل صراحة في المسلسلات ولا يعني دراما ولا ما عنديش بزاف هاد يا ريت لو كان واحد بصح واحد لا ما سي بلوس دون سينما في السينما يعني مثلا. السينما اللي نقول يا ريت لو كان خدمت مثلا المخرج الفلاني لكن انه نحكي لك على دور معين دور معين يلا اي أيوة عمل ماشي بالنسبه ليا هكذا برك ولكن انا ولا واحد اخرى كنا نتمناو هذا الدور كنت نتمنى نشوف فنانه ممثله جزائريه في فاطمه سمر داكور واضح واضح يلا السؤال اللي بعده نجحتي في ولاد الحلال بصح الفيديو تاع الباب درتيه باش ديري البوز ودرتيه ما تزعفيش الشعب كاع فارغ شغل اللي يغلط يولي حكايه بون جو بونس كو راهو يقصر باسكو في الاخير كملها الشعب قال لك اللي يغلط يرجعوا حكايه دونك ندير البوز نو
je ne suis pas du genre à faire des vidéos et à mettre en tawassol. Je reste une personne, je pense, discrète, à part des stories. Mais donc, non, ce n'était pas pour le buzz. Tu te dis, pourquoi il dit qu'il est mal, pourquoi لا هذه نيكسبريسيون كانت حاله عفويه فيها قال الكلام انا لو كان تعمقوا في الفيديو تاعها كان عنده رساله برك رساله كل واحد وطريقته كامل الناس ما فاهم كل واحد على كل حال يعني حتى الشيء اللي صرح حتى يدفي اللي حاب يعتبره خطا يعتبره خطا لكن هذا ما يقللش من قيمه انا كمواطنه جافيت اللي دائما اعمالها اعمالها نظيفه ادوارها نظيفه تواجدها في مواقع التواصل الاجتماعي تغلط غلطة ولا ما تكونش كما هما يكونوا متوقعينك ولا يكسروا مش غلطة شوفي الخطأ الخطأ الذي ربما يشدوه الفنان الخطأ الأخلاقي الخطأ المهني الجسيم أما حاجة كما هذه يعني أتفهم من أنه يعني أنت أكبر من هذا الشيء أكبر على كل حال